أحبط سلاح الجو الأوكراني هجمات روسية بالمسيرات هاجمت ميناء إسماعيل المخصص لتصدير الحبوب، وكانت الموانئ المطلة على نهر الدانوب الأوكراني منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا أو ربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن غالبيتها تتضرر بفعل الهجمات المتبادلة عبر المسيرات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط هجوم أوكراني عبر مسيرات استهدفت منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو. بدورها أعلنت كييف استعادة قرية في منطقة دونيسك من القوات الروسية عقب معارك ضارية بين الطرفين في تلك المناطق. وللمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي. ديالا أهلا بك. ديالا، إذا روسيا تسقط مسيرات أوكرانية في منطقة كالوغا في حين أن ميناء أوديسا يتعرض لهجمات. نعم، أهلا عبد الرحمن. بالفعل اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها بأنه الساعة 5 فجرا قامت برصد 3 مسيرات متجهة نحو منطقة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو، التي تبعد نحو 200 كيلومترا عن العاصمة. بعد رصدها لهذه المسيرات قامت بتدميرها. لم يسفر تدمير هذه المسيرات بسقوط أي قتلى أو جرحى أو أي أضرار مادية. كذلك قبل قليل كان هناك أيضا بيان لوزارة الدفاع الروسية التي قالت فيه بأنها رصدت فوق أراضي جمهورية القرم مسيرة، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية وفقا للبيان قامت بهجوم وصفته الدفاع الروسية بالهجوم الإرهابي، أو حاولت بالقيام بهجوم إرهابي على أراضي القرم، لكن الدفاعات الجوية الروسية قامت بتدمير هذه المسيرة دون وقوع أي إصابات بشرية أو مادية. أيضا عبد الرحمن، يعني صباح اليوم كان هناك تصريحات لحاكم منطقة بيلغراد المتاخمة لأوكرانيا، حيث أشار بأن هذه المنطقة تعرضت، التي أيضا خلال الأيام الأخيرة تعرضت كثيرا للهجوم الأوكراني بالمسيرات. فصباح اليوم هو أشار إلى أن المنطقة تعرضت ل سقوط أكثر من 100 ذخيرة أطلقت من الجانب الأوكراني، وكان أيضا هناك هجوم بالمسيرات. لم يتم التطرق إلى عدد المسيرات التي هاجمت بها أوكرانيا منطقة بيلغراد، لكن القصف الأوكراني والهجوم بالمسيرات أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخرين، وأيضا إلى تدمير عدد من من المباني والسيارات. هذا المشهد بات يتكرر شبه يوميا، يعني منطقة كالوغا، منطقة كورسك، منطقة بيلغراد تتعرضان للهجوم بالمسيرات، وأيضا يعني مشهد هجوم المسيرات على موسكو وكالوغا المتاخمة للعاصمة موسكو بات متكرر. لكن السلطات بعد كل هجوم تقول بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتتهم الجانب الأوكراني بأنه هو من يقوم بإرسال هذه المسيرات ومن أجل نشر الذعر بين المدنيين، لأن موسكو تعتبر بأن هذه المسيرات خاصة التي تطال المناطق القريبة من العاصمة موسكو والعاصمة موسكو بأنها موجهة ليس ضد أي منشآت عسكرية أو منشآت أو مباني عسكرية، بل بأنها موجهة نحو المدنيين ولإثارة الذعر في المجتمع الداخلي في روسيا. نعم عبد الرحمن، شكرا لك من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي.